السلف كانوا يجدون تذوق شديد الحديث. مرت معي ترجمة في تاريخ بغداد أن أحد المحدثين دعا الله عز وجل أن يذهب عنه شهوة الإسناد. شوف من لذة الإسناد بالليل والنهار يجد لذة عظيمة جدا، سبحان الله، محروم من حرمها. وهناك أخبار عديدة الحقيقة. أنا عندي قصة لو سمحت لي يا دكتور في هذا الأمر، في قضية أن الإنسان قد يرهب في البدء أن 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 يدخل في علم من العلوم. في رجل من الفقهاء اسمه عبد الله بن أحمد، وكنيته أبو بكر القفال المروزي، يسمى القفال الصغير، من علماء الشافعية المشهورين. هذا الرجل كان مخترع أقفال، تعرفون الأقفال؟ سمع بأن رجلا آخر اخترع قفل صغير جدا، فاخترع أصغر منه، إلا أن الشهرة كانت لمن؟ للأول. فرغب يعني في يعني أو أصابه الأسى لأنه لم يشتهر. فجلس في يوم من الأيام مع أحد أصحابه فقال: إن أردت الذكر والشهرة عند الناس فالعلم هو سبيلك لذلك. فهو الذي يرفع ذكر الإنسان. قال: طيب أذهب إلى من؟ قال: اذهب إلى الفقيه فلان لتحصل من العلم. كان عمره في ذاك الوقت، بعض المؤرخين يقول عمره 30 وبعضهم يقول 40 سنة. يعني حتى يقال أنه عاش شطر عمره الأول جاهلا وشطر عمره الآخر عالما. هذا يصلح لغز هذا. نعم. فلما ذهب إلى هذا الرجل قال: يا بني، إذا أردت أن تتعلم وأنت الآن من قبل ما عندك أي معرفة، حتى يقول أني كنت لا أميز بين اختصرته واختصرتها، ما يعرف فرق بينها. فقال: كيف أتعلم؟ قال: أعطيك مختصر الموزني، وهو من مختصرات الشافعية المشهورة. قال: وتبدأ هذا كتاب اختصرته، اذهب بهذا الكلمة فقط وتعلي من الغد إن شاء الله. ذهب الرجل، جلس من بعد صلاة العشاء على سطح منزلهم وهو يكرر: هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته. فأصابته غفوة ونام. استيقظ لصلاة الفجر نسي العبارة، الرجل توه بادي في طلب العلم، نسي العبارة، أصبح مهموما مغموما من حاله هذه في بداية الطريق، وينسى ثلاث كلمات فقط: هذا كتاب اختصرته. وهو يعني نازل خارج من بيته، إذا امرأة من جيرانه تقابله قالت: يا أبا بكر، أسهرتنا البارح. وما ذاك؟ قالت: طوال الليل وأنت تقول هذا كتاب اختصرته وهذا كتاب. ففرح الرجل فرحة فرحا شديدا لأنه تذكر العبارة. فذهب إلى الشيخ وقال: يعني من حالي هذا ثلاث كلمات ما حفظتها في ليلة كاملة. فقال: لا يصدنك ما حدث لك، إلزم هذا الأمر وواظب عليه وسيفتح الله عليك ويصبح لك الاشتغال عادة. فأصبح آية من آيات الله في الفقه. وهذا الرجل يعني قصته الحقيقة بديعة جدا، تشير إلى أن المسألة سهلة، لكن الإنسان عليه أن يواظب، عليه أن يخلص، ويسر الله عز وجل الأمر.